طبابة ألف ألف العيادة المسموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بكل الخير، مساء جميل يجدد فيه من خلال تواصلي معكم أنا أمينة العبد الله. يومياً رح أطلع عليكم من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية ظهراً وعلى مدار أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء من خلال برنامجكم وموسوعتكم الطبية طبابة ألف. طبابة ألف بيحمل في طياته الكثير والعديد من المواضيع الصحية النفسية الاجتماعية الأسرية وأيضاً التربوية. كل اللي حابين يسمعون طبابة ألف مرة ثانية بيفوتكم أي موضوع، أو حابين تردون تسمعون موضوع مرة ثانية، كل اللي عليكم أنكم تدخلون على اليوتيوب وتحطون طبابة ألف ورح تلاقون إن شاء الله موسوعة كاملة متكاملة من جميع المواضيع الطبية. لكل اللي حابين يتواصلون حابين يتشاركون معايا في موضوعنا لليوم عن الأكزيما عند الأطفال، إذا كنتم بتعانون منها أو حبايبكم الصغار أو عندكم أي مشكلة وحابين تطرحونها على ضيفنا لليوم، اللي حابين يتشاركون معايا من مشتركين الاس تي سي على 847700، مشتركي موبايلي على 640660 وزين 746262. أيضا لكل اللي حابين يتواصلوا معنا بشكل مباشر عبر الرقم المجاني على 02-61-61-100 والهوت لاين راح يكون على 7-005-7499. بالنسبة للموضوع اليوم الأكزيما عند الأطفال راح يكون نضيفي لليوم الدكتور إرحاب محمد صيرفي، استشاري أمراض الجلدية والتجميل بمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. مساك الله بالخير دكتور، حياك الله معنا بطبابة ألف. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير أخت أمينة والأخوان المستمعين والأخوات. اليوم رح نتكلم عن الأكزيما عند الأطفال. هي أكيد يعني الحلوة القوة بالله، الأكزيما لما تبدأ في الصغر ممكن تكون مع الشخص إلى الكبر دكتور. الحقيقة احنا باليوم بنحاول نتكلم على موضوع مهم اللي هو موضوع الإكزيما الوراثية، وليس كل إكزيما، لأنه الإكزيما زي ما زي ما انت عارف الإكزيما كلمة عامة فيها أنواع كثيرة، ولكن احنا اليوم حابين نركز على موضوع الإكزيما الوراثية أو يسموه التهاب الجلد التحسسي الوراثي. نعم. طب دكتور احنا دائما بنسمع إكزيما إكزيما، شنو بالضبط الإكزيما هذه؟ شنو يعني تعريفها؟ يعني تقريبا هي عبارة عن طفح جلدي يكون مجهول السبب. المشكلة انه احنا ما نعرف السبب في البداية. الأهم ما يميزه انه هو يثير الحكة، او دائما المريض او الطفل دائما يشتكوا من حكة شديدة في أماكن معينة، ويحدث هذا الشيء دائما عند الأطفال او الأشخاص اللي هم يكون اصلا معرضين ويكون عندهم جلدهم حساس. الأطفال بيكون هذا الجلد حساس، معناته الطفل لما ينولد في البداية احنا ما شاء الله ما بنقصر فيه دكتور رحاب، يعني على طول بنبوسه وده هذا ممكن تسبب له اكزيما. إذا كان الشخص أو الطفل الرضيع لسه يعني طبيعي ما عنده خلفية وراثية، فيعني قد أنها تأثر حاجة بسيطة ولكن ليس الأساس. نعم. طب شنو المسببات اللي ممكن تسبب الأكزيما؟ أهم سبب لسبب الإكزيما الوراثية هو موضوع أنه الشخص يكون أو الطفل يكون مهيأ وجلده حساس، وغالبا يكون أحد أفراد العيلة سواء من ناحية الوالد أو من ناحية الوالدة يكونوا مصابين بنوع من أنواع الحساسية. الحساسية دائما ترتبط اللي هي حساسية الأنف أو حساسية الجلد أو حساسية الصدر، وأحيانا يكون حساسية في العين. نعم، يعني كل أنواع الحساسية هذه ممكن تؤدي. نعم، تكون عادة تكون مرتبطة مع بعضها. مرتبطة مع بعضها. طيب في بعض مثلا الأطعمة اللي يتعرضوا لها الأطفال مثل الحليب البيض الحنطة، هذه ممكن تسبب حساسية عند الأطفال دكتور؟ عادة في البداية ما تسبب بشكل مباشر، لكن نسبة بسيطة من الأطفال قد أن تسبب لهم وممكن أن تسبب لهم نوع من أنواع الإكزيما. نعم. طب أيضا المنظفات اللي في المنزل. نعم. ومساحيق الغسيل والعطور الكبريتات الشغلات هذه هل ممكن أيضا أنها خلينا نقول الغبار السجاد؟ نعم. هذه ممكن تسبب لهم. عارف أخت أمينة المشكلة في الإكزيما الوراثية هي مشكلة مزمنة، خلينا نقول تحاول أو بتأثر على حوالي من 10 إلى 15% من الأشخاص، خاصة الأطفال الصغار أو الرضع، وعادة تختفي عادة عن سن البلوغ وترجع تظهر مرة تانية عند فئة معينة من الناس. مشكلة الإكزيما هي نتيجة أو ناتجة عن عيب خلقي في الخلايا الجلدية،
دائما أنا أشرح للمرضى اللي أو الأطفال، بحاول أبسط لهم هي بطريقة مبسطة، إنه تقريبا الجلد هو عبارة عن زي كأنه طوب، فالطوبة تحت الطوبة والطوبة جنب الطوبة، يكون بينهم الإسمنت اللي هو يكون عازل ما يخلي أي هواء أو أي غبار يدخل للبشرة. صحيح. نفس الحكاية بالنسبة للمرضى حقون الإكزيما الوراثية، مشكلتهم إنه يكون الطوب موجود بين الطوبة والطوبة، ما يكون في فراغ دائما، فبهذا الفراغ دائما اللي هو بتدخل فيه المواد المسببة للإكزيما، زي الغبار، زي المواد الغبرة، الوبر حق الحيوانات احيانا، فكل هذه تسبب او تزيد من نعم. طب بما احنا اليوم مركزين شوي على الاطفال دكتور، المساحيق الغسيل حقت الاطفال اللي بيستخدمونها الامهات، الغسيل ملابس الاطفال اللي بتسبب اللي عندهم عندهم اكزيما، او حتى خلينا نقول الصابون الجسم، شلون هذا يعني راح يتعاملوا معه؟ ممكن الصابون هذا او الصابون الجسم ممكن يسبب لهم اكزيما او يهيجها عندهم خلينا نقول؟ نعم، عشان كده دائما احنا مريض الإكزيما دائما نحاول ننصحه بانه يستخدم مسحوق غسيل يكون خفيف وما يستخدمه بكثرة، يحاول يستخدم اقل كمية، ولا ننسى اللي هو الملين تبع الملابس انه هذا مناسب. نعم، بحيث انه يساعدهم في هذا الشيء. الموضوع المكوى برضو لو يستخدموه على الغسيل، بحيث انه يخفف موضوع العثة اللي توجد في الملابس القطنية. حلو، الكوي يعني يكون بمكوى حار. نعم. حلو. موضوع الملابس، دائما المريض اللي عنده إكزيما او الإكزيما الوراثية يفضل انه يستخدم الملابس القطنية، ويمتنع تماما عن الملابس المصنوعة من الصوف او الوبر او الملابس اللي بتحتوي على البوليستر او النايلون، لان هذه تهيج عنده الإكزيما تبعته. نعم. طيب، يمكن حتى من الشغلات اللي يعني استوقفتني دكتور، يقول لك عصير البرتقال بالذات الأطفال الصغار، صحيح؟ ممكن تهيجها؟ والله ما قد صادفتني دراسة تتكلم بالذات عن عصير البرتقال. نعم. طيب، خلينا أيضا أنواع الإكزيما، هل لها أنواع؟ يعني إذا حبينا نتكلم، خلينا نصنفها على المرحلة العمرية. نعم. فإذا جينا نتكلم عن المرحلة العمرية، فإحنا نقول اللي هي الإكزيما عند الأطفال الرضع، وبعدين الإكزيما الأطفال اللي هم عمرهم ما قبل المدرسة، أو بعدين إكزيما الأطفال في عمر المدرسة. حلو. وبعدين إكزيما للبالغين، وبعد كذا الإكزيما اللي هي المستديمة. نعم. طيب، أنت في يعني من الشغلات اللي لفت نظري لها، قلت حتى العطور ممكن تسبب إكزيما. نعم. نعم. يعني هذه أنا مرة يعني قلت إذا سمعنا المستمعين يمكن كثير يزعلون، لأنه ممكن العطور يعني تعرف الواحد ما بيقدر. والله مو بس العطور، حتى العطور مو بس شرط إنها تكون على نفس البشرة، ولكن حتى لو ترشت، في ناس مثلا مرضى يقول لي دكتور أنا ما حطيت على بشرتي لكن بخيتها على الملابس، ولكن حتى العطر على الملابس قد إنه أو ممكن إنه يهيج البشرة. ممكن يهيج. طب نعم. لو استخدموا مثلا البخور، الشغلات هذه البخور ممكن أيضا اللي هو الحرارة يتروى لها. نعم. تهيج لهم. طيب، أيضا دكتور، هل الأكزيما بتكون يعني عند الأطفال بتختلف مثلا أن الطقس بيكون حار عن أن الطقس لما يكون بارد؟ في أطفال مثلا يعني بتثار عندهم في فصل الصيف، وفي أطفال مثلا بتثار عندهم في فصل الشتاء. طبعا زي ما انت عارف احنا ما شاء الله عندنا في جدة هنا الجو طول الوقت شتاء، فيعني ما حيتعب أحد. لكن الحقيقة هي المشكلة أنه الجو مو في حكاية الجو، لكن احنا دائما نتكلم على أنه أي تغير في الجو، سواء الجو الحار الشديد أو البرودة الشديدة اللي ناتج عنها أو تنتج عنها جفاف في البشرة. نعم. هي هذه اللي تهيج البشرة. هي اللي تهيج. نعم. أنت قلت اللي بتسبب جفاف، معناته أنا حس، خلينا ولا أجل سؤال هذا بالنسبة للأمهات اللي عندهم أطفال صغار، أبي أسألك أيضا عن الكورتيزون، يعني مجرد ما بتقول كورتيزون يعني بيصيب زي الفزع عند المريض اللي مثلا بيجي بياخذ منك علاج. الكورتيزون قد إيش فائدته مع الأشخاص اللي بيعانون من الأكزيما؟ نعم، بصراحة سؤال مرة ممتاز انك سألتيني، هو لأنه بصراحة احنا الأطباء الجلدية دائما نواجه مشكلة في موضوع الاستخدام الكورتيزون للأطفال والغير الأطفال. المريض أول ما يسمع كلمة كورتيزون فيصيبه نومة إنه خايف، دكتور كورتيزون، حبدأ أتنفخ، حبدأ يطيح شعري يطلع أو حاجة زي كذا. المشكلة الكورتيزون الجلدي اللي هو الكريمات المحتوية على الكورتيزون أو الستيرويدز، تختلف فعاليتها من الاختلاف اللي هو الكريم اللي هو ذو فعالية عالية
إلى فعالية أقل منها أو متوسطة إلى فعالية ضعيفة. وعادة هذه إحنا نحب نستخدمها لفترة بسيطة ولا نحب نستخدمها لفترة طويلة حتى نتجنب، وهذا دائما اللي إحنا نقوله نتجنب الأعراض الجانبية لاستخدام الكورتيزون للكريم المحتوي على الكورتيزون. بمعنى إنه مريض أو طفل رضيع الآن لسه دوم متولد بدأت عليه أثار الإكزيما على وجهه، ممكن إذا كان ما قدرنا نتحكم في موضوع الإكزيما عن طريق الكريمات المرطبة أو الكريمات المرطفة زي ما يحب أحد الناس يعني يطلق عليها، فممكن نستخدم له كريم الكورتيزون، ولكن على الوجه يكون دائما خفيف في المنطقة اللي هي مثلا اليد أو الكفين أو القدم، نستخدم الكورتيزون ذو الفعالية العالية. نعم. والمناطق الأخرى اللي هي الفعالية المتوسطة. نعم، بس بالنسبة أنت ذكرت نقطة اللي قلت لي اللي هو الكريمات المرطبة. نعم. مو معناته دكتور أنه مثلا ممكن يروح عند الصيدلي يصرف لأي كريم مرطب أو لا، المفروض اللي بالتحديد اللي بيعانوا من الإكزيما اللي كلها تحت استشارة الطبيب؟ أكيد، ولكن دائما الطبيب ما هو يعني العلم محدود، ولكن دائما أسأل هذا السؤال، دكتور ما هو أفضل كريم مرطب؟ لأن الكريمات عفوا بس دكتور تكون مثلا فيها نسبة من العطور يعني. أكيد دائما الواحد يتجنب، المريض الإكزيما الوراثية يتجنب أي كريم يحتوي على مواد معطرة. الحاجة الثانية، ممكن في شخص يستفيد من كريم مرطب وشخص ثاني ما يستفيد منه. صحيح. فدائما نحاول ننصح المرضى والآباء والأمهات إنه حاولوا يجربوا أفضل النوع للكريم اللي هو يساعد على ترطيب البشرة ويساعد على تصنيع الخلايا الدهنية في البشرة، حيث إنها تساعد على ترطيب البشرة. حلو. طب خلينا الحين نتكلم عن الوقاية، يعني تراولي هذه من أكثر الشغلات. نعم. الوقاية كيف نقدر نقي طفلنا من الأكزيما؟ زي ما تكلمنا أمينة، بالنسبة لأهم في الموضوع إنه الطفل أو المصاب يحاول يقلل أكثر من أكثر شيء من تعرض المواد المهيجة للموضوع الإكزيما، ومنها طبعا موضوع جفاف البشرة بحيث أنه يأخذ الحمام. طبعا لو نبدأنا بالحمام، لأنه طبعا مريض الإكزيما ليه طريقة معينة، نبدأ بالحمام. عادة الأطفال زي ما تعرف يحبوا أنهم يأخذوا الحمام فترة طويلة ويحبوا يلعبوا في الموية، فدائما نحاول الحمام تبع الأطفال يكون قصير والموية تكون فاترة، وليست دافية ولا يعني فاترة، يعني بحيث انهم موية اللي تطلع من الـ من الـ من الـ الحنفية، الموية تكون فاترة. بعد ما يخرجوا طبعا يستخدم الصابون معين، الصابون اللي هو الصابون اللي ما يرغي. مشكلة الصابون اللي يرغي حيجفف البشرة أكثر، وهذا الشيء احنا يتعبنا حتى الكبار دكتور، وحتى الكبار نفس الكل بيطبق عليهم. نعم. الحاجة الثانية بعد ما يخرج من الحمام، طريقة التنشيف. احنا عادة لما نخرج من الحمام نتنشف بحيث انه احنا نفرك جلدنا. صحيح. المريض الإكزيما الوراثية عادة التنشيف عنده فقط هو انه يشيل الموية الزايدة بحيث انه يفضل الجسم نديان، ما في مشكلة، ودايركتلي او على طول يبدأ يحط الكريم المرطب، لانه انت زي ما انت عارف الموية تجفف البشرة. نعم. هذه الحاجة، يتجنب الملابس الصوف، الملابس اللي تحتوي على النايلون أو البلستر، دائما يحاول يلبس الملابس الواسعة لأنه الملابس الضيقة برضو ما تحاول تلصق على الجلد كثير. الملابس القطنية احنا قلناها، غطاء السرير. غطاء السرير مهم، لأنه أكثر وقت يجلس فيه الطفل أو المريض المصاب إنه هو على السرير، سواء الغطاء أو اللحاف دائما يكون ما يحتوي على المواد اللي هي أو المادة الصوف أو البابر، لأنه هذه الأشياء على طول تسبب تهيج في البشرة. نعم. تكلمنا على موضوع العطور والأتربة، دائما المريض الإكزيما في فترة الغبار سواء حتى في الموضوع الصدر أو موضوع البشرة يبدأ يتهيج عندهم هذا الإكزيما عندهم. إذا جينا نتكلم على المرطبات إحنا جينا تكلمنا عليها، أفضل يعني دائما الكريم المرطب اللي هو يكون ينصح باستخدامه أو مصنع خصيصا للأطفال ذوي الجلد الحساس. حلو. نعم. حضيف لأسألك. طيب بنقرأ أيضا عن زيت الزيتون إنه مفيد للجسم. بالنسبة للأشخاص اللي بيعانون من الإكزيما، هل تنصح إنه بيدهنون جسمه مثلا بزيت زيتون؟ والله أنا دائما أسأل هذا السؤال، وكثير من زملائنا يتسألوا هذا السؤال هذا في العيادات وفي المستشفيات، فدائما نقول زيت الزيتون مفيد ولذيذ جدا في الأكل، ولكن لا ينصح باستخدامه
لذوي البشر الحساسة. ما تنصح بالسخام. نعم. طب أنا من الشغلات إذا اللي قريتها دكتور إنه اللي بيعانون الأشخاص الكبار اللي بيعانون من الإكزيما يبتعدون على سبايسي فود، الأكل اللي فيه سبايسي، والمثل حتى المشروبات يعني مثلا شاي قهوة لما يجون يشربونها ما تكون حارة بحيث إن الفوح أو الستيمز يعني مثلا بيأثر بيجي على البشرة. ممكن إذا واحد طول الوقت قاعد بيشرب شاي أو بيشرب المشروبات هذه. ممكن يعني. طيب عموما استمعين الكرام كل اللي حابين يتواصلوا معنا حابين تطرحون أي سؤال أو أي استفسار على ذاتنا لليوم الدكتور رحاب محمد صيرفي استشاري أمراض الجلدية والتجميل بمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز. حابين تطرحون مشكلتكم شنو ما كانت عبر الاسمس مشتركين الاستيسي على 84770 مشتركي موبايلي على 640660 وزين 74626 أيضا للتواصل مباشر معك رح نبدأ نأخذ مشاركاتكم الآن على الرقم المجاني 02-61-61-100 والهوت لاين على 7-0-5-7-4-9-9. رح أبدأ مع أول مسج من أبو ريان العجمي بيقوله دكتور أنا عندي أكزيما سطحية على شكل دائرة لونها رمادي في رأس لونها رمادي لها سنتين وأخذت كريم وراحت وبعد فترة ردت مرة ثانية. عادة اللي احنا اذا بنتكلم على الاكزيما الوراثية فما اعتقد انها تطلع في المنطقة هذه، ولكن قد انها تكون نوع اخر من الاكزيما فما اعتقد انه نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه، لكن انصحه اكيد بزيارة اقرب طبيب لي ان شاء الله. طيب رح ناخذ اول مشاركات فيها معنا نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على اسمك الكريم اخوي. عبد الرحمن من الرياض. عبد الرحمن حياك الله اخوي عبد الرحمن تفضل. الله يحييك. تفضل اخوي عبد الرحمن حضرتك على الهواء. اي بس كيف حالك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. يطلع لي دكتور انا الظاهر وجهي دهني زياده فالانف وحول الشفايف كذا مكان الذقن يطلع حبوب دهنيه كذا بشكل مستمر. في علاج لها انها تروح بسرعه ولا كذا؟ انا قالوا لي تقريبا فترة العلاج تراوح إلى 6 شهور. ممكن توضح لي أكثر لو سمحت؟ لا لا حبوب دهنية اللي تطلع حبوب بيضاء كثير حبوب بيضاء. معناته أنت بتقصد إنه حبوب حمراء ورأسها أبيض كده صحيح؟ إيه تجي رأسها أبيض أو إنها تكبر وتصير بيضة بشكل كامل أبيض. في منطقة الوجه أو في منطقة الصدر في منطقة الظهر؟ لا لا الوجه بس الوجه بس. هل زرت طبيب قريب منك؟ لا والله ما زرت طبيب أخذت لي من الصيدلية كريمات. ما في هذا اللي بنقوله هذا اللي بنقوله والله. الأخ مين؟ سالم؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن طبعا أهم ما في الموضوع ودائما ننصح جميع المرضى وجميع الأخوان إنه أهم ما في الموضوع دائما رقم واحد زيارة الطبيب. صحيح. لأنه هو اللي يتعرف على المشكلة. إحنا دورنا هنا تثقيفي وليس علاجي. نعم شكرا لك أخوي عبد الرحمن. يعني تروح للدكتور لأن أكيد حتى بشرة عن بشرة بتفرق حتى ما بين العائلة الوحزة. طيب أيضا سامي القارحي شكرا لك يا حبيبتي وأنا سعيدة بتواصلك. أيضا عبر تويتر أشكر كل اللي بتواصلوا معي على أمينة العبدالله عبر تويتر. أحد الأخوان بيقول راهي الحس يسعد لي مساك أخوي راهي بيقول كيفية التخلص من الإكزيما نهائيا مع أني استخدمت كريم يحتوي على الكورتيزون وجاب نتيجة طيبة ما عدا في كم منطقة مثل الرقبة والكتف. اوكي زي ما احنا تكلمنا بالنسبه للكورتيزون قلنا الكريمات المحتويه على الكورتيزون تحتوي فعاليتها من الفعاليه القويه الى المتوسطه الى الضعيفه فعاده احنا اذا ما الكورتيزون ذو الفعاليه الضعيفه ما جاء فائده ممكن نرفعه الى المتوسطه او القويه فيه ولكن دائما تحت اشراف طبي. نعم عموما المستمعين الكرام كل اللي حابين يتواصلوا معنا حابين تشاركوا معنا عبر الاس ام اس مشتركين الاس تي سي على 84770 مشتركي موبايل على 640660 وزين 74626 والتواصل المباشر المجاني معنا راح يكون على الرقم 02-61-61-100 والهوت لاين 7005-7499. ناخذ مشاركه جديده معنا نقول الو. الو 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 الو. نعم اسعد الله مساك اخوي حضرتك على الهواء الاسم الكريم. الله يديك العافيه يا استاذ امينه معك بدر من مكه. والنعم اخوي بدر فيك تفضل. الله يا اخي انا مسعد الدكتور بحيي الدكتور وبس على عندي يا اخي اهلا وسهلا اخ بدر. شعر في الخد يا دكتور وبعدين ساعد احلق الدقن يجيني حبوب وانا شغال في الشمس يعني
ودار أعمل كريمات مرطبة، هل لها آثار جانبية؟ عادة الكريم المرطب ما يحتوي المفروض على أي مواد مسببة للحساسية، فاستخدامك للكريم المرطب وطالما أنك أنت يا دكتور ما استخدمته أبغى استخدمه. طبعا الليل والله لا في كل وقت، عادة الكريم المرطب يفضل استخدامه بشكل دائم، ولكن طالما أنك أنت قلت لي أنك أنت دائما شغلك في الخارج وتتعرض للشمس بشكل مستمر شبه مستمر، فلا يمنع أنك كمان تستخدم مواقي للشمس. وبالنسبة للشعر في الخد، بالنسبة للشعر في الخد إذا أباخده الليزر والله والله طبعا المشاكل مشاكل الشعر كثيرة وطرق إزالتها أكيد برضو واسعة، ومن ضمن الطرق طبعا الليزر. نعم شكرا لك أخوي بدر، قدامك العافية إن شاء الله. رح ناخذ معنا موفق من جدة، مساك الله بالخير أخوي موفق. يا هلا بك، تفضل أخوي. طيب أبغى أسأل الدكتور عن الالتهاب الدهني اللي يجي في الوجه. التهاب الدهني يجي في الوجه، ورحت للطبيب قبل كذا. ايوه. كلمته قال لي التهاب دهني، وأعطاني كريمات مجففة في الوجه، وأعطاني كمان حبوب فيبرمايسين. طيب. زي الدوكسيدار. اوكي. فبس بتستمر معاه يعني، باكل نفس الأكل مع كل الناس اللي حواليني، بس ما حد بيجي له يعني، ده الشيء غيري أنا، ومع إني بروح نادي بسوي كل شيء يعني. طبعا ماني متين نحيف يعني مرة. هل تقصد بالالتهاب الدهني هل هي الإكزيما الدهنية ولا تتكلم عن حب شباب؟ لا حبوب تيجي تحت الجلد كده بعدين بتصير صلبة. اوكي، هل بتقصد يعني موضوع مشكلة، هل الدكتور وانت خارج من عنده شخصك على انه حب شباب؟ لا قال لي ما هو حب شباب، قال لي التهاب دهني تحت الجلد. الدهون بتتجمع وتعمل لك التنشف. يعني صراحة الوصف مو دقيق، ولكن الغالب أنت بتتكلم عن التهاب، أو يعني بمعنى آخر هي حب الشباب. الالتهابات الدهنية والإكزيما الدهنية هي موضوع مختلف، تجي في منطقة عبارة عن قشور في دائما في خط الشعر على الحواجب حوالين الدقن في هذه المنطقة. هذه ما فيها، ما هي زي حب الشباب إنه لها روس كلها تحت الجلد ما تبان. نعم، حب الشباب منه أنواع كثيرة، منها اللي هو موضوع اللي يظهر على الجلد، ومنها يكون تحت البشرة أو تحت الجلد. نعم، قدامك العافية أخوي موفق. أبو راما بيقول سبق وأن استخدمت عصارة نبات الصبار لحالة الأكزيما كدهان مرتين في اليوم، واستفدت فائدة عظيمة وذهبت ما شاء الله تبارك الله. هذا كنت أقول لك الوالدة ما شاء الله عليها تقول، قالت مرة السدر. بصراحة يعني دائما المرضى اللي يجوا يقولوا إنه هم استفادوا من مادة معينة، مادة عسل أو سدر أو مر، فدائما نقول لهم إذا أنتوا استفدتوا فكملوا، لكن إلى الآن علميا لا يوجد أي دراسة فعلية تثبت هذا فعاليته أو مضره. نعم، عموما مستمعينا الكرام، كل اللي حابين يتواصلوا معنا في موضوع اليوم، حابين تشاركون معنا بطرح مشكلتكم عبر الاس مشتركين الاستيسي على 84770، مشتركي موبايلي على 640660، وزين 7462622. أيضا للتواصل المباشر معنا راح يكون على الرقم المجاني 02-61-61-100، والهوت لاين على 7-05-74-99. فاصل ورح نرجع نواصل معكم طبابة ألف، فأبقوا معنا. طبابة ألف ألف، العيادة المسموعة. لكل اللي حابين يتواصلون مع عيادتكم المسموعة طبابة ألف، أذكركم بأرقام التواصل اللي حابين تشاركون في موضوعنا لليوم عن الأكزيما عند الأطفال، أو إذا كنتوا أيضا أنتم بتعانوا من الأكزيما وعندكم أي مشكلة حابين تطرحون على ضيفنا لليوم عبر الاس مشتركين الاستيسي على 84770، مشتركي موبايلي على 640660، وزين 7462622. أيضا للتواصل المباشر المجاني معنا رح يكون على الرقم 02-61-61-100، والهوت لاين على 7-005-7-4-9-9. طبعا الهوت لاين هذا للي لهم اللي يتصلون على الهوت لاين، هم لهم الأولوية في المشاركة والمداخلة معنا. أذكركم مرة ثانية ضيفنا لليوم الدكتور رحاب محمد صيرفي، استشاري أمراض الجلدية والتجميل بالمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. دكتور رح أرجع للمسجات، أحد الأخوان بيقول أنا شعري كان كثيف جدا وفي الآونة الأخيرة بدأ يتساقط بكثرة لدرجة أن فروة الرأس واضحة وبشرتي دهنية عمري 26 سنة.
طبعا مشكلة تساقط الشعر أو مشكلة تساقط الشعر من المشاكل المعروفة والمنتشرة في المجتمع عندنا وبرا أكيد. غالبا عند الرجال مشكلة الصلع الوراثي نفس الموضوع يكون أهم الأسباب، فيعتمد على العمر يبدأ الشعر نفس الشعرة تبدأ تنقص سماكتها وتتدرج إلى أن يبدأ الشعر يبدأ أو فروة الشعر تبدأ تبان. نعم رح ناخذ قاسم من الخبر، حياك الله أخوي. ألو مرحبا أختي أمينة. مرحبا هلا بك. الله يحييك. حابة أشارك مع الدكتور. تفضل. أهلا وسهلا، كيف حالك دكتور؟ الله يكرمكم. دكتور أنا عندي مشكلة في الأكزيما بالوجه، أوكي، خصوصا بمنطقة الحواجب والدقن، أوكي. أنا طبعا المشكلة يعني حاولت فيها كذا دواء، منها في كم دواء في نسبة بسيطة من الكورتيزون، بس مشكلته إنه لما أستعمله بعد بس أهدى يعني يومين ثلاثة ترجع الأكزيما بشكل سريع جدا. طيب وبعدها رحت راجعت الدكتور، أعطاني صابون للوجه او سوري شامبو اللي هو فافوم اللي هو فافو ظهر حقه فافو مضبوط، وعطاني اليديل اوكي. بس احس ان البروجرس حق العلاج بطيء مره يعني. نعم. يعني انا بس بالنسبه للاكزيما يعني هي تجي باحمرار وبعدين تصير يعني منطقه الدقن خصوصا تكون بيضه زي البقع البيضه كذا. فما ادري. تفضل. طيب فما ادري يعني اكمل على الفافو ولا؟ والله طبعا بالنسبه للاكزيما اذا جات في منطقه الوجه علاجها طبعا يختلف. اذا انت بتتكلم على الاكزيما الوراثيه فطبعا الاهم في الموضوع هو ترطيب المنطقه. اذا انت بتتكلم على الاكزيما الدهنيه فطبعا زي ما وصف لك الدكتور اللي هو المضادات الفطريه اللي بتساعد على تقليل نسبه الفطريات في البشره، ومنها طبعا فعاليتها تكون اقل من الكورتيزون، الكورتيزون مفعوله سريع. نعم. لكن مشكلته في موضوع انه احنا كيف طريقه توقيفه. نعم يستمر طبعا الشامبو. نعم تنصح بالكورتيزون ولا العلاج الثاني؟ الاثنين كلهم طبعا اللي يحكم على الوضع المريض هو الطبيب اللي فحصك والطبيب اللي شافك. نعم. لكن عموما الكورتيزون يستخدم لفتره بسيطه وما ينصح باستخدامه فتره طويله على حسب حاله المريض. نعم قدامك العافيه. يا هلا بك. اهلا وسهلا. ايضا من المسجات اللي وصلتنا، ابني عمره سنه ظهر مؤخرا على خد واحد بوادر اكزيما وبدات الاحظ حبوب لا لون لها في فخذيه وساقيه وايضا بقع حمراء خشنه في بطنه. يعني غالبا من الوصف اللي جانا انه الاكزيما هي الاكزيما الوراثيه، وافضل ما في الموضوع هو موضوع الترطيب، ترطيب البشره بشكل دائم ونفس التعليمات اللي اديناها المريض الاكزيما. نعم. ايضا دكتور احد الاخوان بيقول مساء الخير، انا اذا كلت بيض بتظهر في اطرافي حساسيه بشكل دائري، علما بانه في الماضي لا توجد لدي حساسيه من البيض. محمد السبيعي. غالبا طبعا ما اعتقد انه يقصد الاكزيما الوراثيه، ولكن ممكن، لكن اذا كان اكل بيض وفي البدايه وما كان بيجي له والان بدا يجي له، لانه بلكن غالبا بيتكلم عن موضوع الارتكاريا، هل بتصاحبها انتفاخات او ما بتصاحبها انتفاخ في الجلد، فنحتاج توضيح اكثر منه. نعم. هل تربيه الحيوانات الاليفه بالمنزل ممكن يكون لها علاقه بتساقط الشعر؟ بتساقط الشعر؟ لا. الحيوانات الأليفة؟ نعم. لا طبعا. قلنا احنا هذه علاقتها بالأكزيما أكثر، إلا إذا طبعا إذا كان الحيوان، إذا كان الأخ يقصد الحيوانات تكون أحيانا مصابة بنوع معين من الفطريات والفطريات هذه تكون معدية، فتظهر تساقط الشعر يظهر في منطقة معينة وغالبا يصاحبه قشرة خفيفة على نفس فروة الشعر. نعم. أيضا أنا مصاب بالأكزيما منذ الصغر، عمر الآن 37 سنة، المرض متمركز في باطن اليد والرجل، ما يوصف لي تركيبة من يبغى علاج. طبعا ما نرجع نقول انه الغرض من البرنامج هو تثقيفي وليس علاجي. طيب امول عندي قشره بالشعر وفي تساقط بالشعري، ممكن تكون القشره هي السبب؟ تساقط الشعر طبعا اسبابه كثيره، ولكن القشره ممكن تكون حاجه ثانويه جدا لا تكاد تذكر بالنسبه لتساقط الشعر. نعم. مستمعينا الكرام، كل اللي حابين يتواصلوا معنا حابين تطرحون مشكلتكم عبر الاس ام اس مشتركين للاس تي سي على 84770، مشتركي موبايلي على 640660 وزين 74622. ايضا لكل اللي حابين يتواصلوا معنا بشكل مباشر عبر الرقم المجاني على 02 61 61
100%. والهوت لاين على 7005-7499. أذكركم اليوم معنا الدكتور رحاب محمد صيرفي، استشاري أمراض الجلدية والتجميل بمستشفى الجامعة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. طيب رح ناخذ أيضا مشاركة هاتفية جديدة معنا. عبد الله من جدة، حياك الله أخوي عبد الله. عبد الله، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. يا هلا بك، حياك الله. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ تمام؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل أخوي. ممكن أكلم الدكتور؟ أكيد بكل سرور. أهلا وسهلا. الله يسعدك. لو سمحت دكتور، كيف حالك؟ الله يكرمك، شكرا لك. أنا عندي سؤال بسيط بس ما أدري، أنا ترى ما تابعت البرنامج من البداية، فسمعت إن عن الشعر وما الشعر. أنا عندي مشكلة القشرة مرة زايدة ومتعبتني، وما أدري إذا في حل جذري لها. طبعا القشرة، طبعا احنا موضوعنا كان هو عن الإكزيما الوراثية عند الأطفال، ولكن نتكلم عن موضوع القشرة. القشرة عادة تصنف لنا قشرة طبيعية، اللي هي عبارة عن قشرة، عادة الشخص تتواجد عنده قشرة بسبب الدهون اللي بتترسب والخلايا اللي بتفرز. الحاجة الثانية اللي هي الإكزيما أو القشرة المرضية، اللي هي تكون تنتج عن مرض، غالبا تكون الصدفية أحد الأسباب. لا الحمد لله ما في أمراض أو أي شيء. طيب. الحمد لله. إذا كان بس ما أدري، يعني في واحد قد كلمني اللي في صابون أو في شيء معين من عند العطار، بس أنا العطارين ما أثق فيهم زي الصيدلية يعني. بالنسبة للقشرة، ممكن الأفضل علاج لها هو العلاج الشامبوهات المضادة للفطريات، اللي هي فكرتها أنها تنشف البشرة أو الفروة الرأس الدهنية. عيبها أنها تنشف الشعر، دائما المرضى يشتكوا من شوفية الشعر بعد الاستخدام، فيفضل أنه يستخدموا الشامبو لفترة معينة وبعد كده يستخدم أو كجرعة، ما هي يومية ولكن 3 مرات في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع، بحيث يحافظوا على النتيجة. نعم، خلي التفاح قبل الشامبو. يعني ما في شيء معين يعني؟ لا 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 ما في. نعم، خلي التفاح. أهلا وسهلا. شكرا لك. طيب أنا من الشرط قلت أنا خلي التفاح، يعني ممكن يخفف كآخر شطفة للشعر. ممكن في ناس يستخدموا هذا الشيء، ولكن بس مش مع الجميع يفيد يعني. لا نعم، مش مع الجميع هذا يعني. شكرا لك. يعني معلومات يمكن الخطأ عندنا، احنا متعارف ان خل التفاح، لكن طالما انه ما يفيد مع الكل، شكرا لك على هالمعلومة دكتور. طب عمر بقسماطي يقول انا ولدي فارس عمره 6 سنوات، شنو العلاج، افضل علاج للأكزيما المناعية ظاهرة عند ابني فارس وعمره سنة في منطقة الأكواع الذراعين والركبتين وفي منطقة العنق وأعلى الصدر وبتسبب لحكة. نعم، هو غالبا الوصف اللي بيوصفه بالضبط هو وصف الإكزيما الوراثية. يعتمد على الحالة اللي هي وصلت له الإكزيما، ولكن إذا كانت مستمرة طبعا في البداية احنا نستخدم الكريمات المرطبة ونحاول نمشي على التعليمات البسيطة، هي صح بلكن تكون مقلقة ومتعبة للآباء والأمهات وللعيلة، ولكن نحاول نتبعها لأنه هذه أحيانا كثير بتفيدنا. بعد كده في المناطق اللي هي ملتهبة عليه نستخدم الكريمات اللي هي تحتوي على الكورتيزون لفترة بسيطة ونشوف مدى استجابته لها. إذا كان لفترة ما استجاب لها، ممكن نحاول نغير العلاج اللي هو زي ما تفضل، اللي هو موضوع البروتوبيك ولا الإيدل. نعم، نأخذ مشاركة جديدة معنا. أبو ريان، أبو ريان من مكة المكرمة، حياك الله أخوي أبو ريان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو ريان. حبيت أكلم الدكتور الله يرضى. أهلا وسهلا أبو ريان، تفضل. دكتور الله يرضى عليك، عندي مشكلة في الشعر اللي هي الثعلبة. يعني تقريبا لها معايا 6 أو 7 سنوات يعني. في أي منطقة أبو ريان؟ طبعا الحين صارت شاملة. في جميع، في فروة الشعر كاملة. في فروة الشعر في الجسم كاملة. والجسم أو بس في الشعر؟ لا، في فروة الشعر أقصد. والجسم يعني الآن. الشعر والجسم كمان. يعني حتى الآن لا يوجد شعر في الجسم ولا في شعر رموش ولا حواجب ولا شيء. أيوة الرموش والحواجب كلها ما في شيء. نعم. طبعا زي ما انت تفضلت الموضوع اسمه الثعلبة، الثعلبة الكاملة اللي هي حتى تقضي على بصيلات الشعر في فروة الشعر، في فروة الرأس والرموش والحواجب. طبعا الثعلبة من الأمراض الصعب فيها العلاج، خاصة إذا تأخر الوقت فيها للأسف. شكرا لك، شكرا لك يا أبو ريان. أبو يارا معان من مكة المكرمة. أبو يارا،
السلام عليكم اختي امينه. يا هلا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله عليك، دائما متالقه ببرامجك باختيارك التخصصات النادره هذه، لكن اهنيك اهني الاذاعه. الله يسعدك ان شاء الله، مشكور وما راح متالقه بمشاركاتكم معايا وايضا بمشاركه الاطباء لاكثر من رائعين اللي بيطلون عبر طبابه الف وبيع، يعني يعطونا معلومات. الله يخليهم لنا ان شاء الله. الله يسلمكم يا سيدي. الله يخليك. دكتور عندي سؤالين، طبعا أوكي. السؤال الاول، انا عندي بنتي يارا تستخدم عده علاجات تبع الصرع اللي هي تيجراتول والكبر وفي اللي هو التيبوماكس، طبعا بيسبب لها تساقط دائم في الشعر. هل انه في بدائل، يعني انها اقدر احافظ البنت عمرها 7 سنين ونص، يعني ما هي كبيره عشان الواحد يقول لا خليها براحتها. الله يشفيها يا رب. السؤال الثاني، انا عندي ولدي يا اياد الان تقريبا يعني 7 شهور ان شاء الله، ف لحد الان يعني الشعر اللي بيطلع له مره بسيط واشكر شعره لي بس مره خفيف. يعني اللي يشوفه بيقول هذا ما عنده شعر، وهو ما شاء الله تبارك الله شعره طالع خفيف. لسه 7 شهور يا ابو، انا ما قد حلقت له يعني من يوم ما تولد للان ما حلقت له. عفوا يا اختي امينه، اقول لسه صغنون انطر عليه شوي. أنا طبعا ما حلقت له يعني من يوم ما تولد، يعني شعر البطن ما شلته. نعم تفضل دكتور. طبعا أبو يارا بالنسبة لموضوع يارا إذا كانت هي بتستخدم أدوية اللي هي ضد الصرع أو لعلاج الصرع، أكثر واحد يقدر يفيدك في موضوع أنه يغير الدواء هو الطبيب المعالج لها في موضوع الصرع. بالنسبة لتساقط الشعر مع الأدوية، قد انه في او ممكن انه في ادويه تسبب تساقط شعر لسبب معين، ولكن هذا يحتاج انه الطبيب يجلس مع المريضه ويحاول يحط لها خطه علاج كامله. نعم. وبالنسبه لاياد الصغنون، طبعا زي ما قالت لك امينه، اعتقد انه اتركه شويه لانه لسه ما تقدر تحكم. نعم. بس هم يسموه الاقرع شبابو. طيب موضه يا ابو يارا، الله يحفظها ان شاء الله يا رب يخليها لك. شكرا، يعطيكم العافيه. اهلا وسهلا. والله ايش فيها يا رب حبيبه قلبنا يارا. طب راح ناخذ معنا مشاركه العنود من الطايف. العنود هلا بك حبيبتي. يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا فيك يا قلبي. يا فيك يا أبلة أمينة، إن شاء الله تمام. الحمد لله تمام، طالبني بسمع صوتك أنا بصحة وبعافية وكثيرة سعيدة بالتواصل. أنا شكرا لك والله يعطي العافية الدكتور كمان معك. أستاذة أمينة. ها حبيبي. حبيت الدكتور. تفضل يا قلبي تفضل. يعني دكتور أنت تعرف منطقة الطايف منطقة شديدة الجفاف، يعني في الهواء بارد، وأنا باستمرار أستخدم يعني كريمات اللي يعني ما راح إني أترطب بشرتي بكل دقيقة. زادت الجفاف عندي بعد استخدامي للجلسات الكيماوي، يعني صرت أحب كريم لدرجة إني صرت أحب الفازلين، وأنا أحس الفازلين ثقيل وماني قادرة شلون يعني يعني تنصحني في كريم أو يعني صابون يرطب البشرة. أكيد. بالنسبة للجفاف البشرة وخاصة في موضوع الطائف والهواء البارد والجو الجميل، لكن مشكلة أهم شيء موضوع أنك ما تتعرضي لتيار هواء مستديم، بمعنى أنك أنت ما تجلس حتى لو كان الهواء بارد، بس حاول أنك أنت دائما ما تكوني تتعرضي للهواء بشكل دايركت أو بشكل مباشر. هذا رقم واحد. استخدام الفازلين او اي كريم مرطب ثاني زي ما قلت لك افضل كريم، بلكن اذا الفازلين ما ناسبك ممكن تجرب اي نوع ثاني. بالنسبه للصابون، عاده احنا ما نفضل الصابون اللي هو يرغي، نفضل الصابون اللي هو الطبيعي. دكتور مثلا ممكن في ناس تستخدم طبيعي، ولكن هو الطبي اللي هو افضل. ايوه طبعا اكيد، لانه الصابون ما يرغي، صح انه احنا ما ننبسط لانه يفضل شيء على البشره، ولكن هو هذا المفضل للناس اللي يكون عندهم جفاف البشره وخاصه ذوي الاكزيما الوراثيه. نعم. سلامه قلبك حبيبتي عنود، ما تشوفين شعري قلبي واي شيء. تحياتي لك حبيبتي، اشي تحتاجينه بس اتصلي يا قلبي. شكرا لك. عموما مستمعين الكرام، اذكركم بارقام التواصل اللي حابين تشاركوا معنا مره ثانيه عبر الاس ام اس مشتركين الاس تي سي على 84 7700، واشتركي موبايل 640660 وزين 7462 62. أم البراء من تبوك بتقول متى راح تنتهي ما أخذت تطعيمات الحصبة، هل في اختبار لهذا التطعيم؟ بالنسبة معليش السؤال، تطعيمات الحصبة ما أخذتها، ما أدري هي أو ولدها، بس الظاهر أنها تقصد إيه هي.
انه هي ما اخذت التطعيمات الحاسبه وتبى تسوي امتحان عشان تشوف انه هي هل في عندها المناعه ولا لا. نعم بالضبط. ممكن تتوجه لاقرب طبيب وعائله ومستوصف يقدر يفيدها في الموضوع باذن الله. نعم. ايضا احمد ناصر بيقول اعاني من حراره والم محكه شديده في فروه الراس لدرجه الصداع. احيانا اذا كان الحكه مستديمه بسبب معين, بسبب مرض أو بسبب القشرة الكثيرة, بسبب الحكة فالمريض لا شعوريا يبدأ يحك فيها وتبدأ المنطقة الفروة تنجرح, وإذا انجرحت تبدأ تلتهب وممكن هذا الشيء يسبب صداع. نعم. أيضا محمد حسان يقول أنا عندي تساقط شعري بشعري عمري 20 سنة, هل الضغوط الدراسية علاقة؟ لا أبدا. مالها أبدا أبدا. يمكن الضغوط النفسية دكتور, مش يقول لك ساعات الضغوط النفسية. أكيد الضغوط النفسية تدخل في أي شيء, لكن أقصد ما في evidence based على موضوع إنه الدراسة تسبب تساقط في الشعر. طيب. رامي الزنيدي من جدة بيقول أنا بتطلع لي حبوب من الشمس وإذا تعرضت لإحراج قوي بتظهر عندي حبوب في جسمي كله, يقول لدرجة أنها بتصير حكة مرة كثيرة في منطقة البطن, هل له سبب؟ أهم شيء لا المناعة. هل المناعة لها سبب؟ عفوا المناعة يعني رقم واحد لا تشعر بالإحراج. صحيح. خل قوي قلبك ودائما خليك متواصل مع الأصحاب والأخوان والزملاء, هذا أهم حاجة. بالنسبة للحبوب اللي بتطلع أعتقد أنه لازم الفحص, نحتاج للفحص السريري, عشان كده أنصحك بأقرب طبيب تروح إذا طلعت لك الحبوب. نعم. أيضا أم صدام من مكة تقول أنا لما أزعل وأخلي أي شيء بقلبي تقول بتطلع لي زي الدوائر الزرقاء والخضراء خاصة خلف السيقان, لكنها بتروح بعد فترة. تغير اللون في البشرة تحت أعتقد أنه الظاهر هي تقصد بقع ساعات بتطلع زرقاء أو سوداء. إذا الواحد محل إذا كان ندق في 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 شيء أو انضرب ممكن يطلع فيها بقع أو دم, فأعتقد أنه تحتاج تتوجه للطبيب أنه يسوي لها تحاليل عشان يتأكد من موضوع سيولة الدم. نعم. عموما مستمعين الكرام, كل اللي حابين تشاركوا معنا تطرحون أي سؤال أو أي استفسار أو عندكم أي مشكلة حابين تشاركوا معنا عبر الاسم اس مشتركين الاستيسي على 84770 مشتركي موبايلي على 640660 وزين 7462622, والتواصل المباشر معنا راح يكون على الرقم المجاني 02-61-61-100 والهوت لاين اللي لهم الأولوية والمداخلة معنا في طبابة ألف على 7005-7499. مشاركتنا الجاية مع نادر من الرياض, حياك الله أخوي نادر. مساء الخير أختي مينا. يا هلا, مساء الأنوار. الله يعطيك العافية على البرامج اللي ممكن من الدكتور الله يعطيك العافية. أكيد بكل سرور. تفضل. أهلا وسهلا أخنا. مساء الخير دكتور. الله يكرمكم. الله يحفظك دكتور. عصبني كثيمة في الرجل عزك الله, وطبعا ما كنت أحس فيها لكن عملت احتكاك باليد فيها حتى تحولت إلى تهيج والتهابات. راجعت صيدلية عادي دكتور وأعطاني قال بعمل لك خلطة بعيد عن الكورتيزون, كورتيزون إمكانية في يوم أعمل خلطة لمدة شهر تقريبا وكريمات ودهانات. طيب طيب شكرا لك أخوي. عموما طبعا أول حاجة أحب أقدمها لك أخي الكريم موضوع أنك أنت تراجع الصيدلي. طبعا الصيدلي أخونا وحبيبنا وزميل, نحب إحنا دائما نتعاون معاه, ولكن الرأي أعتقد الأول أنك أنت تراجع طبيب حتى يفيدك أكثر. نعم. معنا مشاركة ثانية رح ناخذ فيصل من الرياض, حياك الله أخوي فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله مساكم أختمينا. أو مساك يا رب. تفضل. أهلا وسهلا. كيف أحوالكم؟ طيبين إن شاء الله. أكيد طالما بنسمع صوتكم إن شاء الله إحنا بصحة وعافية. تفضل أخوي. الله يعافيك. ممكن أكلم دكتور؟ أكيد كل سرور. أهلا وسهلا. كيف حالك دكتور؟ طيب. الله يكرمك سيدي. الله يسعدك إن شاء الله. عندي الله يسلمك زوجتي. أيوه. عندها أكزيما في الأصابع. زي الأكزيما, ورحنا عرفت على دكتور وقال لنا زي الفطريات أو شيء زي كذا في اليد اليمنى في الأصابع بالضبط في ثلاث الأصابع, وأحيانا ينتقل لليد اليسرى. فهي في مرحلة رضاعة. فقال للدكتور لو كملت الرضاعة تعالوا به في نوع من العقار أو إبرة زي كذا احتمالنا تروح فيه. حل ثاني دكتور؟ طبعا إذا أنت بتتكلم على التهاب فطري, فالتهاب الفطري إذا كان في يد واحدة فهو غالبا التشخيص أنه يكون التهاب فطري, فيستخدم طبعا التهابات الدواء المضاد للفطريات. أما إذا أنت بتتكلم على إكزيما فطبعا العلاج يختلف تماما. يختلف ذا كان أكزيما عن الفطريات. نعم أكيد. نعم شكرا لك عمون أخي فيصل. طب هو معطي نفس الدواء؟ كيف مدي نفس الدواء؟
هو أعتقد أنه قال له بعد ما تخلص رضاعة بعد ما تخلص أحتاج أن أعطي لك دواء تاني بحيث أنه يكون أكثر بلكن لأنه هي بتترضع فيخاف أنه الدواء اللي منتاخده عشان موضوع الرضاعة. نعم. طب أم محمد بتقول ابني عمره سنة ظهر مؤخرا على خد واحد بوادر أكزيما وبدأت ألاحظ حبوب. قلناها أختي أم محمد قلت المسج قريت رح ناخذ مشاركة هاتفية لكن قبل المشاركة ذكركم بأرقام التواصل اللي حابين يشاركوا معنا عبر الـ SMS مشتركين الـ STC على 84770 مشتركي موبايلي على 640660 وزين 746262 وذكركم أن معنا اليوم الدكتور رحاب محمد صيرفي استشاري أمراض الجلدية والتجميل بمستشفى الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. رح ناخذ أبو سعود من الرياض. أبو سعد أبو سعد أبو سعد السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا بك أبو سعد. يسعد لي مساك أختي الكريمة. ومساك يا رب. وأنت انقطع الاتصال. يلا ناخذ بس اتصال ثاني نقول ألو. ألو ألو ألو. نعم سعد سعد الله مساك يا أختي الكريمة. باسم الكريم أسعد الله مساك. كيف حالك استاذة أمينة؟ الحمد لله تمام. نتعرف عليك. هدية من مكة. أحياك الله يا هدية. تفضل حبيبتي. دكتورة أرحب معك. شو اسمه أنا سبقت شاري كذا مرة وهو من قبل أنا ما أصبغه كان يتفاجأ فدحين صار مرة كمان زيادة فأنا ماني عارفة يعني الحل إيش أسوي فيه باستخدام شامبو ثاني أو إني أبطل أصبغه وإيش الهرجة وما أدري فينزل مرة بكثرة بس ماني عارفة إيش أسوي. أوكي. بالنسبة للتساقط الشعر مع الصبغة عادة الصبغة والصبغات تحتوي على مواد قد إنها تسبب نوع من الحساسية فعادة وتصاحب الحساسية هذه نوع من الحكة والإحمرار وفي هذه الفترة ممكن أنه يزيد فيها تساقط الشعر. عادة في كريمات معينة ممكن الطبيب يوصف لها هي بحيث أنها تخفف عنها الحكة وتخفف موضوع الالتهابات اللي بتجيها لفترة معينة. بعد ما تنتهي من موضوع الصبغة طبعا يفضل أنها تغير نوع الصبغة لأنه أكيد إذا استمرت على الصبغة هذه هتستمر معها الحساسية. أنا نفس هدية يفضل أنها تغير نوع الصبغة إذا كانت بسبب لها نوع من أنواع الحساسية هذه. نعم. هدية السبب هنا هدية للأسف. طيب حبيبتي كم مرة أنت بتصبغين شعرك في الشهر؟ أنا قبل شهرين صبغته يعني يمكن لي شهرين على العيد كيف صبغته. أي مرتين في السنة كفاية هدي لا تكثرين وعد. أي مرتين في السنة ويمكن مرة كمان. زين حبيبتي يلا يسعد لي صوتك مشكورة على المداخلة. رح ناخذ منه معانا أبو روز من مكة المكرمة. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله أبو روز تفضل. كيف حالك أستاذ أمين؟ الحمد لله تمام. تفضل أبو روز. بس الدكتور سؤال كذا بس معك. تفضل. دكتور أنا عندي ولد عبد المجيد تقريبا عمره 3 سنوات ونص. الله يحفظه. في الآونة الأخيرة ظهرت كذا زي البثور كذا على جسمه. الله يحفظني اسمه ودته عند دكتور جلدية شافه قال لي عبارة عن التهاب بكتيري. صرف لي كريم وصرف لي مضاد حيوي. طبعا ما استخدمت مضاد حيوي استخدمت كريم. طيب. بعد أسبوع كذا خفت الحبوب بعد فترة رجعت. عرضت على دكتور ثاني صرف لي نفس الكريم لكن غير المضاد استخدمناه الان زادت يعني حتى صارت بتطلع زي الجرح كذا بتبدا صغيره بعدين تكبر بعدين لما تنتهي كذا تصير زي الجرح بعلامه سوداء لما تختفي. نعم تفضل دكتور. طبعا بالنسبه للالتهابات البكتيريه اللي تحصل في البشره عادة تكون التهابات متكررة إذا كان الشخص حامل لنفس الميكروب فعادة يفضل أن يستخدم له المضاد الحيوي لفترة معينة وبعد كده بلكن في طرق معينة الطبيب يوصف له هي بحيث أنه يتخلص من نفس الميكروب في جسمه بحيث أنه الغسول يكون فترة معينة يعني هذا طبعا ما أقدر أشخصك يا أبو بروز ولكن سمحت فضل. أنا استخدمت المضاد لما نعرف عن الدكتور الثاني استخدمت تقريبا اعتقد فانكومايسين لمده 7 ايام. نعم نعم ايوه فالمشكله انه اختفى بس دحين رجع بكثره. طيب بالنسبة للالتهابات اللي انت بتقول عليها اعتقد هي مو في طبعا المضاد الحيوي مهم لعلاج الالتهابات هذه في فترة معينة لكن بعد كده يحتاج لك اللي هم يسموها طريقة للتخلص من نفس المستعمرات البكتيرية الموجودة في البشرة. نعم شكرا لك ابو روز. طبعا سريع كده دكتور ما هو علاج البقع الداكنة في الوجه؟
طبعا البقع الداكنة أو ما يعرف بالكلف كذا نوع، يسمون النوع السطحي والنوع العميق. أو أنه عادة ما يكون النوع السطحي والعميق مختلطين مع بعض، هم يسمون نوع الكلف المختلط. الطرق العلاجية فيه طبعا مشكلتها أنها دائما تكون مزمنة، بمعنى أن المريض أو المريضة يستخدموا العلاج لفترة معينة بحيث يحصلوا على أفضل النتائج، وبعد كده نستخدم الكريمات أو الوصفات اللي الدكتور طبعا بيوصفها بطريقة شبه مهي شبه يومية، ولكن بحيث أنه نحافظ على النتيجة اللي احنا توصلنا لها. نعم. أيضا بتويتر ناصر عجم السعود اللي مساك تقول شنو الحل تفتيح البشرة أيضا طالبين. أوكي، بالنسبة لتفتيح البشرة، إذا كنت بتقصد تفتيح البشرة للناس اللي هم عندهم التهاب الجلد التحسسي أو الوراثي، فأفضل طريقة لتفتيح البشرة عندهم هو ترطيبها بشكل دائم ومستمر. إذا أنت كنت بتقصد تفتيح البشرة بشكل عام، طبعا الطرق كثيرة. نعم. عموما أنا جدا شاكرة تواجدك معي اليوم دكتور، يعطيك ألف ألف عافية. أهلا وسهلا. مستمعين الكرام، كان معي على المدى ساعة كاملة الدكتور رحاب محمد صرفي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل بمستشفى الجامع بجامعة الملك عبد العزيز. أشكر كل اللي تواصلوا معي اليوم سواء عبر الاسم اسز وعبر أيضا مداخلاتكم الهاتفية. إن شاء الله اللي مسمع الحلقة تقدرون تسمعونها في المساء اليوم أو بكرة. راح يتجدد تواصلي بمشيئة الله تعالى غدا معكم غدا في تمام الساعة 8 صباحا من خلال صباحك ألف. إلى ذلك الوقت دمتم بألف صحة وألف عافية.